مرحبا أصدقائي متابعي قناة هشام كيمي. أركت الممثلة الشهيرة أوزجياجي صورة في معرض حضرته. لم يستطع خطيبها جوك بيرك ديميرجي الصمت حيال هذه الصورة. أظهرت أوزجياجي الجميلة بشكل طبيعي جمالها الخالي من العيوب بدون مكياج تقريبا في معرض الرسم الذي حضرته. لم يكن جوك بيرك صامتا بشأن عبارات الجسد الجميل يختفي لكن العمل الفني لا يموت. حول الأعمال الفنية استخدم عبارات أنت عمل فني لخطيبته أوزجياجيز. أجابت أوزجياجيز على سؤال هل يعيق مظهرها تمثيلها؟ هذه المرأة لديها عداء تجاه المرأة، لا يهمني لأنني أفهم في علم النفس ما يقال بهذه الكلمات. قال جوك بيرك ديميرجي لا هناك الكثير منه وفي أغلب الأحيان بسبب الغيرة، بسبب عدم القدرة على الانجذاب، والشيء السيء أنهم يحاولون ضرب بعضهم البعض في أماكن مثل الشرف والأخلاق واللياقة، لأن هذه هي النقطة التي سيكون فيها الحصول على نتائج أسهل وأكثر إلاما. اتفق جوك بيرك ديميرجي مع أوزجياجي لطالما كان لديهم، حيث قالت أوزجياجي لطالما كان لديهم نساء كارهون لا أتذكر الأعداء الذكور، حيث قال جوك بيرك ديميرجي لأنه من الذين ينجذبون بشدة إلى عداء المرأة للمرأة من الضروري استعادة الشعور بالغيرة وهو أمر صعب أيضا. الأشخاص الذين كنا نتحدث معهم بصوته ومسرحه كنا نتحدث عن أشياء مختلفة تماما في اليوم التالي، كم هو مؤلم.